انا المسلسل او الدور ده اتعرض عليا لما كان المسلسل هيتعمل السنه اللي فاتت، وللاسف كنت مجبر ان كنت بصور بره مصر فما عرفتش اعمل الدور، وكان من اكتر الاسباب اللي ضايقتني ان انا مش هشتغل مع بيتر ميمي، يعني كان نفسي اشتغل معاه من زمان. فلما الدور رجع لي السنه دي اتبسطت جدا اني هشتغل مع بيتر، والشغل معاه متعه. يعني بيتر حد بيركز بمليون حاجه في نفس الوقت، يعني صوره، ديكور، لبس، تمثيل، اداء، كل حاجه هتلاقيه طول الوقت هو عايش جوه المسلسل. يعني حتى ساعات بنبعت لبعض مسجز الساعه 1 الصبح هتلاقيه بيفكر حاجه للدور، بيغير حاجات الدور، بنتناقش بحاجات ساعات، يعني ساعات بنحس ان لا ده احلى. فهو من الناس اللي بتجرب طول الوقت. وانا بالنسبه لي بحب الارتست اللي هو او الفنان اللي هو عارف هو عايز ايه كدايركشن، بس بيدي برضو مساحه ان الناس تجرب، تعال نجربها كده، تعال نعمل كده. فبحب الاكسبيرينس دي معاه، كانت متعه بجد. يعني الشغل معاه كان متعه. كريم، يعني انا كنت بسمع عن كريم بس عمري ما اتعرفت على كريم. يعني انسان، طبعا مش هتكلم عن كريم كممثل عشان الناس كلها شايفه وعارفه، بس هو كانسان من الطف البني ادمين اللي ممكن تقابليهم في حياتك، مش بس في المجال حتى بره المجال. في حادثه بس هقولها عشان بس توريكي كريم عامل ازاي. يعني في واحد من المشاهد افتكرت دلوقتي ان انا لما خلصت الكلوز اب بتاعي لقيت كريم بيسقف لي وهو معايا في المشهد. فهو للدرجه دي حد نظيف وطيب وبيحب الخير لغيره، فانا سعيد جدا اني اتعرفت عليه. بص، احنا بالنسبه لي الماستر او ماستر سينز لعمر الخيام، او فكره الماستر بالشخصيه نفسها، ان الشخصيه عندها عده لايرز او عده طبقات. يعني هتلاقيه ساعات هو العالم، وساعات هو الشاعر، ساعات هتلاقيه كئيب جدا، ساعات فرحان جدا وبيهزر، فهو طول الوقت كده. فده بالنسبه لي كممثل كانت ماده حلوه جدا، بس كان متعب برضه في نفس الوقت. كماستر سينز في اخر المسلسل، مش عايز احرق، بس في 2 ماستر سينز حلوين جدا 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 في اخر المسلسل.